وبه نستعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هراجع مادة الدراسات الاجتماعية الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني. المراجعة إن شاء الله هتخلينا نحل كل سؤال في الامتحان ونحله بطريقة كويسة، بحيث إن احنا ناخد الدرجة بتاعتنا كاملة. خليكم معايا من بداية المراجعة لنهاية المراجعة. بس قبل ما نبدأ مع بعض نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا جايبه لكم هنا اول سؤال بما تفسر، وده سؤال مقالي وطويل، ودايما بما تفسر بيجي سواء في الجغرافيا او التاريخ، وبيبقى عليه درجات كبيره اكتر من الاسئله الموضوعيه. هنبدا اول نقطه، بما تفسر او اذكر السبب كلة انتاج الوطن العربي من الاسماك رغم تنوع المسطحات المائية به. نعرفين الوطن العربي بمسطحات مائية طويلة بيطل على البحار زي البحر المتوسط والبحر الاحمر، بيطل على المحيطات، ولكن بنلاقي ان الانتاج من الاسماك انتاج قليل لا يتناسب مع حجم المسطحات المائية. طيب الكلام ده بسبب ايه؟ بسبب تلوث مياه البحار، وبسبب استخدام الاساليب البدائية في الصيد اللي هي لسه نظام الشباك الضيقة او الالات البسيطة في الصيد. يبقى كلة انتاج الوطن العربي من الاسماك بسبب تلوث مياه البحار، وبسبب استخدام الاساليب البدائية في الصيد. نيجي للسؤال اللي بعده، أهمية الثروة الحيوانية في الوطن العربي. أهمية الثروة الحيوانية في الوطن العربي تسد حاجات السكان من اللحوم والجلود. تسد حاجات السكان من اللحوم والجلود. السؤال اللي بعده، تستأثر مصر بمعظم إنتاج الوطن العربي من الأرز. يعني أكتر إنتاج الأرز من الوطن العربي بيكون من دولة مصر. بسبب إيه بقى؟ وفرة المياه العذبة ودرجات الحرارة المرتفعة. أولا محصول الأرز هو محصول صيفي بيحتاج لمية وفيرة، لذلك هو بيحتاج الأماكن اللي فيها أنهار زي العراق أو مصر. فلذلك أولى الدول إنتاجا للأرز لمحصول الأرز مصر. يبقى ليه مصر بتستأثر بمعظم الإنتاج من الأرز؟ لوفرة المياه العذبة ودرجات الحرارة المرتفعة. تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. بتتنوع المحاصيل الزراعية بسبب تنوع المناخ في الوطن العربي. يعني أنا عندي فصول السنة الأربعة، يعني تنوع ما بين الصيف والشتاء، درجات حرارة مختلفة، لذلك هنا بيتنوع المحاصيل الزراعية. الأهمية الاقتصادية لقصب السكر. بما تفسر الأهمية الاقتصادية لقصب السكر؟ أهميته ليه؟ ليه أهمية؟ لأنه بيدخل في صناعة السكر وصناعة الورق والخشب. يعني مش بس صناعة السكر، ولكن كمان القشرة اللي فوق القصب بتصنع منها صناعة الورق والخشب. بما تفسر قيام الزراعة في الواحات؟ الزراعة قائمة في الواحات، هندور على المية لوفرة مياه الأبار والعيون اللي هي المية الجوفية. أهمية الزراعة في الوطن العربي. ليه الزراعة مهمة في الوطن العربي؟ لأنها تسد حاجات السكان من الغذاء، توفر فرص عمل للشباب كتير، ناس كتير سواء مهندسين أو عمال هيشتغلوا في الزراعة، توفير المواد الخام اللازمة للصناعة. في مواد خام زراعية بتستخدم في الصناعة زي القطن أو قصب السكر. بما تفسر الإبل العربية اللي هي الجمال ذات شهرة عالمية؟ ذات شهرة عالمية لأنها تستخدم في سباق الهوجن، وهنا ده السباق ده زي سباق الخيول. وطبعا أولى الدول اللي هي بتمارس سباق الهوجن الإمارات، دولة الإمارات العربية. بما تفسر حدوث التصحر؟ حدوث هنا التصحر، والتصحر الأول هو تدهور القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية. يعني تقريبا الأرض كده تصبح صحراء. ده بسبب إيه؟ بسبب الرعي الجائر. الرعي الجائر يعني رعي الأغنام بطريقة على طول دورية مستمرة، فبتؤدي إلى تصحر الأراضي. الإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. في محاصيل مجهدة للتربة لو هنا الفلاح زرع أكتر من مرة بتؤدي إلى إجهاد التربة، زي مثلا زراعة القطن. لذلك هنا يجب أن اللي بيزرع القطن بين الزرع والزرع لازم يريح الأرض شوية بزراعات أخرى تفيد التربة. وكمان قطع الأشجار. يبقى حدوث التصحر بسبب الرعي الجائر، الإفراط في زراعة محاصيل مجهدة للتربة، قطع الأشجار. البترول أهمية
كبيرة في الوطن العربي، بما تفسر للبترول أهمية كبيرة في الوطن العربي لأنه يستخدم في إدارة المصانع. طبعا أي مصنع بيشتغل بطاقة، بوسيلة طاقة، فهنا البترول دايما هو اللي بيستخدم في إدارة المصانع. تستخرج منه مشتقات متنوعة مثل السولر والبنزين، وكمان مصدر للدخل القومي. هاجي بقى هنلاقي كمان البترول أهميته إن هو بيستخرج منه مشتقات متنوعة مثل السولر والبنزين، وبيدخل على فكرة في صناعات كيماوية، وكمان هو مصدر للدخل القومي لأن بعض الدول العربية بتبيع البترول زي دول الخليج، وهنا بيبقى فيه دخل مادي من البترول. بما تفسر تواجه الصناعة العربية عدة مشكلات. الصناعة العربية بها عدة مشكلات، وطبعا بسبب ايه؟ بسبب التركيز على الصناعات الاستخراجية. ايه الصناعات الاستخراجية؟ يعني استخراج المعادن والبترول وبيعها كده، بيعها من غير صناعة. فلذلك هنا الصناعة الاستخراجية هي مش بتجيب عائد مادي كبير، وبلاقي ان الدول العربية معتمدة على الصناعات الاستخراجية اكتر من الصناعة التحويلية، فدي مشكلة. كمان تشابه الصناعة. يعني ايه تشابه الصناعة بين الدول العربية؟ يعني الاقي الدول العربية مشتركة في صناعة نفس الصناعات، هما بيصنعوها زي بعض، مصر زي ليبيا زي لبنان زي السودان. يبقى كمان تشابه الصناعة بيؤدي الى ان بيصبح في مشكلة في الصناعة. انخفاض مستوى العمالة، انخفاض المستوى العلمي للعمالة، ان ممكن عمال اساسا مش عارفين كتير منهم يقروا ويكتبوا، ان في الات بتيجي من برة ومثلا عليها استخدامها، ممكن كمان استخدامها تكون مكتوبة بلغة بلدها. طيب هنا العامل هيستخدمها ازاي؟ لو كان عامل لسه ما بيعرفش يقرأ ويكتب، دي طبعا مشكلة. استيراد الالات من الخارج، ان كمان هنا الصناعة في الوطن العربي معتمدة على استيراد الالات من الخارج. يبقى هنا بما تفسر تواجه الصناعة العربية عدة مشكلات. ليه؟ بسبب التركيز على الصناعات الاستخراجية، تشابه الصناعات، انخفاض المستوى العلمي للعمالة، واستيراد الالات. النقطة السؤال اللي بعده، بما تفسر معظم الواردات العربية من الخارج تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، ليه أكتر الواردات هنا بتيجي من الاتحاد الأوروبي؟ نعرف يعني إيه الواردات. يعني الواردات المواد أو الآلات أو أي حاجة بتشتريها الدول العربية من الدول الخارجية. يبقى الواردات إن أنا بستورد من الخارج. طيب ليه أكترية هنا الواردات من الاتحاد الأوروبي؟ يعني ليه إحنا دايما بنستورد كوطن عربي من الدول الأوروبية؟ إحنا هنا كده مش بنستورد من بعض. ليه؟ بسبب هنا قلة حجم التبادل، أو هنا مثلا ممكن أقول بما تفسر قلة حجم التبادل التجاري في الدول العربية، إن نسبة التجارة بين الدول العربية البيع والشراء حوالي 12%. وبرضو السؤال ممكن يجي بطريقة تانية، بما تفسر عدم تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. يبقى سواء يقول لي بما تفسر ان معظم الواردات العربية من الخارج وتأتي من دول الاتحاد الاوروبي، او ان قلة حجم التبادل التجاري في الدول العربية قليلة، او بما تفسر عدم تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، او اذكر معوقات التكامل الاقتصادي، كل ده اجابته واحدة. ايه هي الاجابة؟ بسبب التشابه في الانتاج. نفس مشكلة الصناعة، بسبب التشابه في الانتاج، ان هنا المنتجات متشابهة بين الدول العربية، لذلك الدول العربية بيلجأ الى الاتحاد الاوروبي ان هو يستورد من الدول الاوروبية. كمان منافسة السلع الاجنبية، ان السلع الاجنبية كسلع هي هنلاقيها ان هي احسن في الجودة، فلذلك هنا ده بيؤدي الى قلة برضو التبادل التجاري بين الدول العربية، وان هنا الدول العربية بتضطر ان هنا تستورد من الاتحاد الاوروبي. كمان تذبذب العلاقة العربية بين تعاون وخلاف. ساعات ممكن يكون بين الدول العربية تعاون او خلاف. طب لو تعاون هيبقى فيه بيع وشراء بين هذه الدول، ولكن لو في خلاف، الخلاف ده طبعا هيمنع ان يكون في تعاقد بيع وشراء بين هذه الدول. يبقى لما يقول لي بما تفسر معظم الواردات العربية من الخارج تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، أو يقول لي بما تفسر قلة حجم التبادل التجاري في الدول العربية،
او يقول لي عدم تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. ليه مفيش تكامل اقتصادي بين الدول العربية؟ او اذكر معوقات التكامل الاقتصادي. كل ده بيتجاوب اجابة واحدة، هو التشابه في الانتاج، منافسة السلع الاجنبية، وتذبذب العلاقات العربية ما بين تعاون وخلاف. بما تفسر للسياحة اهمية كبيرة في وطننا العربي. طبعا السياحة أهمية كبيرة في الوطن العربي كنشاط اقتصادي، هو مهم جدا. ليه بقى؟ لأنه بيؤدي إلى زيادة الدخل القومي، زيادة الدخل القومي بيوفر فرص عمل للشباب. شباب كتير مش لاقي شغل، ممكن إن هم يشتغلوا في مجال السياحة. بتوفير الأموال للمشاريع، توفير الأموال للمشاريع. طيب بما تفسر أهمية الغاز الطبيعي؟ أهمية الغاز الطبيعي إن هو أقل ليه أهمية لأنه أقل تلويثا للبيئة، سهولة نقله، رخيص الثمن. طيب السؤال اللي بعده، لو قال لي قارن بين المقاومات الطبيعية لقيام الزراعة والمقاومات البشرية لقيام الزراعة. عشان يكون عندي زراعة لازم يكون عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية دي حاجة من عند ربنا، عشان كده احنا بنقول عليها طبيعية، اللي هي موارد المية العذبة. عشان ازرع لازم يكون عندي مورد مياه عذبة، كمان التربة اللي هي الخصبة والمناخ. طب المقومات البشرية لقيام الزراعة، الايدي العاملة، انا محتاجة ايدي عاملة وناس يشتغلوا، محتاجة رأس مال عشان اشتري الات ومعدات للزراعة وادفع للعمال. كمان لازم السوق، السوق هنا لازم ابيع، بعد كده ابيع المنتج بتاعي في السوق. ده من المقومات ايه؟ البشرية. طب لو قال لي قارني بين المراعي الحرة والمراعي المعتدلة. المراعي الحرة اللي هي السافانا، المراعي المعتدلة اللي هي الاستبس، حشائش الاستبس. المراعي الحرة هنا بتربى عليها الأبقار وتوجد في جنوب الوطن العربي. المراعي المعتدلة الاستبس بتربى عليها الماعز والأغنام وتوجد في شمال الوطن العربي في إقليم البحر المتوسط. سين 3، ضع علامة صح أو خطأ مع التصويب. ونخلي بالنا ان مع التصويب يعني نص الدرجة على التصويب، يبقى لازم الخطأ اصححه. رقم 1، تقوم الزراعة في مصر اعتمادا على مياه الامطار. الزراعة في مصر هنا قائمة على مياه نهر النيل وليس الامطار، يبقى الاجابة خطأ، هحط نهر النيل. رقم 2، تتركز تربية الجاموس في البيئة الفيضية في مصر والعراق. اجابة صح، الجاموس هنا بيتربى في البيئة الفيضية في مصر والعراق. رقم 3، ينتمي المحيط الأطلنطي إلى المصايد البحيرية. ومعنى مصايد بحيرية يعني هنا المفروض ده بحيرة، بحيرة بس زي بحيرة ناصر، بحيرة قارون، بحيرة إدكو، البرولوس. طب هنا قال لي المحيط الأطلنطي، هل المحيط الأطلنطي من المصايد البحيرية؟ طبعا خطأ، من المصايد البحرية. أنا عندي يا شباب المصايد البحرية إما تكون محيط او بحر زي البحر المتوسط، او محيط زي المحيط الاطلنطي، او خليج مثلا زي الخليج العربي. اما البحيرية او هنا مصايد بحيرية فهي لازم تكون بحيرة فقط. مصر هي اكبر الدول العربية انتاجا للدواجن. طبعا هنا هي مصر من الدول اللي بتنتج دواجن، لكن اولى الدول انتاجا للدواجن. اكبر يعني اولى الدول، ممكن يقول لي اولى او اكبر السعودية. السعودية، يبقى مصر مش يبقى هنكتب السعودية، لان السعودية الاول في تربية الدواجن، بعديها تونس، بعديها ثالث دولة مصر. 4، فلسطين هي اكثر الدول العربية انتاجا للموالح. الموالح زي البرتقال والليمون. فلسطين طبعا هي فعلا اكثر الدول العربية انتاجا للموالح، يبقى هنا اجابة صح. سين 4، إلى أي أنواع المصايد تنتمي المسطحات المائية؟ يعني مثلا شبيلي اللي هو نهر شبيلي، جوبا وشبيلي ده في الصومال، هنا مصايد إيه؟ نهرية. الخليج العربي ينتمي للمصايد إيه؟ البحرية. المحيط الأطلنطي ينتمي للمصايد إيه؟ بحرية برضو. دجلة، نهر دجلة، مصايد نهرية. سين 5، صنف كل مما يأتي حسب مصدر المياه التي تعتمد طبعا عليها الزراعة. الدلتا في مصر تعتمد على ايه؟ الدلتا في مصر تعتمد على نهر النيل، يبقى تعتمد الزراعة في مصر على نهر النيل. سواحل بلاد المغرب، سواحل بلاد المغرب اقليم البحر المتوسط اللي فيه امطار متوسطة، وهنا سواحل بلاد المغرب هتعتمد في الزراعة على ايه؟ الامطار، اللي هي طبعا الامطار الشتوية.
س6 صوب ما تحته خط. تعتمد الزراعة في جنوب الوطن العربي على مياه الأنهار. جنوب الوطن العربي وشمال الوطن العربي بيعتمد الزراعة فيه على الأمطار وليس الأنهار، وأساسا الزراعة قائمة في الوطن العربي الأساس هنا الأمطار، لكن الأنهار قليل يعني في دول قليلة زي مثلا مصر أو العراق. يبقى تعتمد الزراعة في جنوب الوطن العربي على مياه الأمطار اللي هي الأمطار الصيفية، وشمال الوطن العربي على الأمطار الشتوية اللي هي إقليم البحر المتوسط. الجنوب هنا الإقليم المداري أمطار في فصل الصيف. رقم 2، أكبر الدول العربية إنتاجا للحبوب الغذائية هي المغرب. طبعا هنا أكبر الدول العربية إنتاجا للحبوب الغذائية مصر، لأن مصر هي أولى الدول إنتاجا للقمح وأولى الدول إنتاجا للأرز. ما النتائج المترتبة على زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية؟ النتيجة التي ترتبط على إن الطلب كتير على المنتجات الزراعية ده أدى إلى إيه؟ أدى إن أنا أزود الإنتاج، يبقى أدى إلى زيادة الإنتاج والتوسع في النشاط الزراعي، لأن أنا محتاج الطلبات عليا كتير، فبالتالي أنا محتاجة كده إن أنا أزود الإنتاج. يبقى ما النتيجة المترتبة على زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية؟ التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج. رقم 2، ما النتيجة المترتبة على اعتماد معظم أراضي الوطن العربي الزراعية على مياه الأمطار؟ في مشكلة في الوطن العربي إن هو معتمد في الزراعة على مياه الأمطار، إن الأمطار هنا مش معروفة بتيجي، يعني ممكن تيجي كتير تيجي قليل، فبالتالي تؤدي إلى تذبذب الإنتاج الزراعي. يبقى لأن الأمطار طبعا متذبذبة، فلذلك الإنتاج الزراعي هيبقى برضو طالع ونازل، يعني متذبذب، ممكن يكون في سنة كتير أو في سنة قليل. يبقى ما النتيجة المترتبة على اعتماد معظم أراضي الوطن العربي الزراعي على مياه الأمطار؟ تذبذب الإنتاج الزراعي. ما النتيجة المترتبة على تنوع مقومات الجذب السياحي في وطننا العربي؟ في مقومات كتير للسياحة، طبعا ده بيؤدي لتعدد انواع السياحة. يعني انا مثلا عندي من مقومات الجذب السياحة عندي المناخ المتميز، المناخ المعتدل، عندي الاثار اللي هي متنوعة سواء اثار اسلامية او اثار فرعونية، في منشآت، في فنادق، في قرى سياحية، فده في شواطئ، فده يؤدي الى تعدد انواع السياحة في وطننا العربي. يعني انواع متنوعة ما بين مثلا سياحة ترفيهية، ما بين سياحة دينية، سياحة علاجية. طيب ما النتيجة المترتبة على فقر المراعي الطبيعية في الوطن العربي؟ المراعي الطبيعية اللي هي الحشائش الطبيعية، اللي هي حشائش الاستبس والنباتات اللي بتربى عليها الاغنام. طب هي فقيرة هنا، يبقى هيؤدي الى تربية الاغنام، لان الاغنام هي مش محتاجة زراعة نبات كتير او مراعي مثلا زي السفنة وحشائش طويلة، لا هي ممكن تتربى على حشائش بسيطة. يبقى النتيجة المترتبة على فقر المراعي الطبيعية في الوطن العربي تربية الاغنام. ما النتيجة المترتبة على تخلف وسائل نقل وحفظ الاسماك في وطننا العربي؟ وسائل النقل وحفظ الأسماك في وطننا العربي يعني هي مش جيدة، فده هيؤدي إلى قلة طبعا إنتاج الأسماك في الوطن العربي. يبقى وسائل النقل اللي هي مش قد كده وهي مش جيدة سواء في حفظ السمك أو في وسيلة النقل، فهنا هيؤدي إلى قلة إنتاج الأسماك في الوطن العربي. ما النتيجة المترتبة على تشابه الصناعات العربية؟ زي ما قلت ان هنا الصناعات متشابهة في الوطن العربي، وان كل دول الوطن العربي بتنتج هنا في انتاج متشابه، ده هيؤدي الى عدم وجود تكامل اقتصادي. يعني ايه عدم وجود تكامل اقتصادي؟ ان هنا مش هيبقى في تجارة او تبادل تجاري بين الدول العربية، لان اللي انا بنتجه برضو نفس الدول التانية بتنتجه، يبقى انا هضطر اشتري من الاتحاد الاوروبي ومن اليابان ومن الصين، فده هيؤدي الى عدم وجود تكامل اقتصادي ما بين الدول العربية. يبقى النتيجة المترتبة على تشابه الصناعات العربية عدم وجود تكامل اقتصادي. س8، اكتب ما تشير اليه كل عبارة. يعني هنا التعريف، بس هحط كلمة التعريف، مش انا اللي هكتب التعريف. هنا رياضة شعبية يمارسها سكان الوطن العربي اعتمادا على الابل، يبقى رياضة الهوجن. محصول صيفي يعد أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي. محصول صيفي هو أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي،
الأرز، وهو ليه أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي ما عدا طبعا مصر، لأنه بيحتاج مية وفيرة، والمية الوفيرة دي مش موجودة غير في مناطق اللي فيها الأنهار، في الدول اللي فيها الأنهار مثل مصر والعراق. عشان كده أولى الدول اللي بتنتج الأرز مصر، بعديها العراق. طيب، إزالة رقم 3، إزالة القيود على التجارة حتى تستكمل كل دولة ما ينقصها من الدول الأخرى. طبعا ده تعريف التكامل، ممكن نقول التكامل وممكن نقول التكامل الاقتصادي. 4، مراعي تنمو طبيعيا دون تدخل إنسان تربى بها الحيوانات. هنا مراعي طبيعية، يبقى هنا تعريف مراعي طبيعية. خمسة، تدهور قدرة الأرض على الإنتاج. الأرض خلاص ما عادتش قادرة تنتج، تزرع يعني، بيطلع فيها زرع، يبقى هنا ده اسمه إيه؟ التصحر، يعني تبقى كأنها صحراء. التصحر، يبقى التصحر هو تدهور القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية. ستة، السلع التي تبيعها الدول العربية للدول الأخرى. سلع بتبيعها دولة لدولة ده اسمه صادرات. طب لو بتشتري، لو دولة بتشتري من دولة ده اسمه واردات، اللي هو الاستيراد. لكن السلع التي تبيعها الدول العربية للدول الأخرى صادرات. سياحة تهدف إلى زيارة الشواطئ والسفاري. هنا سياحة بتهدف إلى زيارة الشواطئ والسفاري، هنا السياحة الترفيهية. سياحة ترفيهية. طيب، مجموع الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة بها خلال سنة، يعني خلال سنة مجموع الدخل من القطاعات المختلفة سواء الزراعة، الصناعة، التجارة، ده اسمه الدخل القومي، اسمه الدخل القومي. يبقى مجموع الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة بها خلال سنة الدخل القومي. محصول صيفي يحتاج إلى تربة خصبة ومياه وفيرة وجو مشمس. محصول صيفي، أول ما يقول لي يحتاج إلى جو مشمس وأنا مغمض، أكتب إيه؟ القصب أو قصب السكر. قصب إيه؟ السكر. محصول قصب السكر. طيب، معدن يستخدم في صناعة الصلب ومواد الطلاء. معدن بيدخل في صناعة الحديد والصلب نفسه ومواد الطلاء اللي احنا بنبيض بيها البيوت والشقق، اللي هو معدن ايه؟ المنجنيز. المنجنيز. صخور اقتصادية تستخدم في صناعة دبغ الجلود. صخور اقتصادية تستخدم في صناعة دبغ الجلود. الفوسفات. الفوسفات. ما هي المشكلات التي تعاني منها الزراعة في الوطن العربي؟ أو ممكن نقول دلل هناك مشكلات تعاني منها الزراعة في الوطن العربي. عندي مثلا مشكلة التصحر، عدم استخدام كل الأراضي الصالحة للزراعة. ممكن كمان أقول عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة، الزراعات المجهدة للتربة. كل دي مشكلات بتعاني منها الزراعة. فأنا هنا كتبت نقطتين، مشكلة التصحر وعدم استخدام كل الأراضي الصالحة للزراعة. ممكن كمان نقول تذبذب الإنتاج الزراعي بسبب تذبذب كمية الأمطار. سين 10، أذكر الصناعات التي تعتمد على معدن. كل معدن من اللي أنا جايبه هنا، مثلا معدن الحديد بيدخل في صناعة إيه؟ الحديد والتسليح، في صناعة السيارات، في صناعة الآلات. الحديد عامة يا شباب بيدخل في صناعة الصناعات الثقيلة. المنجنيز بيدخل في صناعة الصلب ومواد الطلاء. طب الفوسفات بيدخل في صناعة ايه؟ المبيدات الحشرية والأسمدة والطوب الحراري. سين 11، اكمل عبارات الآتية. من الواردات العربية، يعني الوطن العربي بيستورد من بره ايه؟ المواد الغذائية. فهتقول لي المواد الغذائية يعني احنا حتى الاكل بنستورده؟ لا، مش كل طبعا الاكل. في حاجة اسمها الحبوب الزيتية اللي احنا بنستخرج منها الزيوت، وكمان القمح، لان احنا بنستورد القمح خاصة مصر، لان القمح لا يكفي
حاجة مصر بسبب ايه؟ زيادة عدد السكان. يبقى من الواردات يعني اللي بشتريه من بره لاستيراد المواد الغذائية. زي ايه هي المواد الغذائية؟ القمح والحبوب الزيتية، كمان بنستورد الأدوية وأجهزة الكمبيوتر. لكن خلي بالنا ان احنا الأدوية بنصدرها وكمان بنستوردها. ازاي؟ لأن الأدوية أنواع كتير، مش كل الأدوية بنستوردها ومش كل الأدوية يعني بنشتريها من بره، لا، في أدوية احنا بنصنعها وكمان ايه بنصدرها. يبقى من الواردات الأدوية، ومن الصادرات برضو هي الأدوية، ومن الواردات كمان أجهزة الكمبيوتر. يمكن حل مشكلات الصناعة، ممكن نحل مشكلة الصناعة والتجارة بين الدول العربية عن طريق ايه؟ ان انا ممكن اهتم بالتعليم، التغلب على المشكلات الإدارية وتوفير المعلومات عن الإنتاج. وطبعا لما يكون في توفير معلومات عن الإنتاج، ده بيخليني ان انا اتجنب التشابه في المنتجات. يعني يبقى في داتا كده ومعلومات عن الصناعة لكل الدول العربية، واعرف هنا الدول بتنتج ايه عشان انا اتجنب هذا الإنتاج وانتج حاجة تانية مختلفة، بحيث ان كل دولة تنتج شيء مختلف، وبالتالي يحدث تبادل، والتبادل هنا يؤدي للتكامل الاقتصادي. يبقى السؤال ده، يمكن حل مشكلات الصناعة والتجارة بين الدول العربية عن طريق الاهتمام بالتعليم، عن طريق التغلب عن المشكلات الإدارية وتوفير المعلومات عن الإنتاج. ثلاثة، من مصادر الطاقة الغير متجددة في الوطن العربي، الطاقة اللي هي بتنضب بسرعة، اللي هي مثل البترول والغاز الطبيعي والفحم. طيب، أربعة، يؤدي الرعي الجائر إلى مشكلة التصحر. من مشكلات التصحر أو سبب التصحر الرعي الجائر. يقتصر تربية الجاموس على مصر والعراق، لأن هو طبعا بيتربى في بيئة فيضية، لازم بيئة فيها أنهار وتربة وطمي، يعني بيقدر يعيش هو في الجو المناخي اللي فيه رطوبة وفيه مية، فمصر والعراق. ستة، يدخل القطن في صناعة المنسوجات. تتصدر مصر الدول العربية في إنتاج محصول الأرز، يليها العراق. يدخل النحاس في صناعة أسلاك الكهرباء والتليفون، معدن النحاس. أولى الدول العربية المنتجة، لو قال لي أولى الدول العربية المنتجة للزنك أو الرصاص أو المنجنيز أو النحاس أو الفوسفات، المغرب، لأن هي المغرب هي أكتر دولة عربية بتنتج المعادن. يصدر البترول العربي عن طريق النقلات العملاقة، بنصدره عن طريق النقلات العملاقة. كمان تنقسم الصناعة العربية إلى صناعة استخراجية وصناعة تحويلية. والتحويلية إن أنا بحول المادة الخام إلى منتجات وآلات وهكذا، أما الاستخراجية إن أنا بس بستخرج المعادن والبترول. أكبر الدول العربية للغاز الطبيعي هي أكبر الدول العربية إنتاج الغاز الطبيعي السعودية وبعدها الجزائر ومصر. اولا، اولى الدول العربية انتاجا للبترول هي السعودية، ودايما الغاز الطبيعي مرتبط بالبترول، فهنا الغاز الطبيعي هي اولى الدول انتاجا له السعودية. 13، تشابه المنتجات الزراعية والصناعية بين الدول العربية. يؤدي التشابه ده الى عدم وجود تكامل اقتصادي. فممكن السؤال ده ما يجيش اكمل، يجي بطريقة تانية، يقول ما النتيجة المترتبة على تشابه المنتجات الزراعية والصناعية بين الدول العربية، فتقول ادى الى عدم وجود تكامل اقتصادي. سين 12، صنف الزيارات الاتية الى نوع السياحة الذي تنتمي اليه. يعني كل زيارة هشوف هي دي تعتبر سياحة زيارة المسجد الحرام، يعني ما اروح عمرة او اروح حج، يبقى دي سياحة دينية. زيارة عين حلوان، دي عيون كبريتية ودي زيارة علاجية. زيارة الصحاري، هنا ترفيهية، لان انا بعمل هنا رحلات سفاري. زيارة السواحل في مصر، الشواطئ، يعني اروح اسكندرية، مرسى مطروح، الساحل الشمالي، هنا سياحة ترفيهية. زيارة كنيسة القيامة، سياحة دينية. زيارة الاهرامات، سياحة ثقافية. حدد اللفظ الغير مناسب مع ذكر السبب. مثلا هنا عندي رقم واحد كلمة الورق، السيارات، الملابس، الغاز الطبيعي. هلاقي ان الورق والسيارات والملابس دي كلها صناعات
هنا تحويلية، لكن الغاز الطبيعي صناعات ايه؟ استخراجية. يبقى هقول كلهم صناعة تحويلية ما عدا الغاز الطبيعي صناعة ايه؟ استخراجية. يعني الغاز الطبيعي هو المختلف. الطاقة رقم 2، الطاقة الشمسية، الطاقة الكهربائية، طاقة البترول، طاقة الرياح. طبعا هنا المختلف طاقة البترول، لأن كلهم طاقة نظيفة متجددة لا تلوث البيئة، ما عدا البترول طاقة غير متجددة تلوث البيئة. طيب ماذا يحدث إذا؟ سؤال ماذا يحدث إذا؟ طبعا السؤال ده بيبقى مش في الحقيقة موجود، هو بس إن أنا بتخيل الحاجة وعكسها. طيب ماذا يحدث إذا اهتمت الدول العربية بالجودة والإتقان في منتجاتها الصناعية؟ طبعا هنا لو في اهتمام بالجودة والإتقان في منتجاتها الصناعية، ممكن نقول سوف يرتفع معدل التبادل التجاري، هيبقى في تبادل تجاري، بالتالي هنا هيبقى في ايه؟ تكامل اقتصادي. يبقى ممكن نقول سوف يرتفع معدل التبادل التجاري بين الدول العربية ويؤدي إلى التكامل الاقتصادي. ممكن نقول هنا إن الجودة والإتقان بتزيد من الصادرات، يعني تخلي الدول العربية تصدر هي منتجاتها للخارج، وبالتالي يزيد رأس المال أو بيزيد الدخل القومي. المهم السؤال ده عاوز فهم، إن إحنا مش بنجاوب نصيا بنحفظ، ولكن اللي أنا فاهماه بكتبه وإن شاء الله بيطلع مظبوط. ماذا يحدث إذا تخصصت كل دولة عربية في إنتاج سلع معينة؟ هنا السؤال ده متشابه بالسؤال اللي قبليه، لو تخصصت كل دولة عربية في إنتاج سلع معينة، معنى كده مش هيبقى فيه إيه؟ تشابه، يبقى سوف يقل التشابه. طب ولما يقل التشابه هيؤدي طبعا إن هيحصل تبادل ما بين الدول، هيبدلوا المنتجات، كل واحد محتاج حاجة يديها للتاني، فده يؤدي للتكامل الاقتصادي. يبقى سوف يقل التشابه ومن ثم يحدث التكامل الاقتصادي. عندنا سين 10 أمامك خريطة صماء للوطن العربي، وضح عليها طبعا مدلول الأرقام الآتية. طبعا سؤال الخريطة هو خريطة الوطن العربي، هو بيجي أول سؤال، يعني السؤال ده هو بيجي أول سؤال في ترتيب الامتحان. رقم 1، وطبعا هو دايما بيجي 5 نقط مش 6، بس أنا هنا مزودة نقطة. رقم 1 خليج، هنا خليج إيه؟ هنا الخليج العربي، يبقى رقم 1 الخليج العربي. رقم 2 المحيط، هنا المحيط ايه؟ المحيط الهندي. رقم 3 دولة بيها الطاقة الكهرومائية، 3 دولة بيها الطاقة الكهرومائية، طبعا بيها السد العالي، بيها نهر النيل، فهنا مصر، والرقم هنا في مصر، ومش مصر بس اللي هي فيها يا شباب الطاقة الكهرومائية، ولكن في مثلا برضو هلاقي العراق أو المغرب. أولى الدول المنتجة للنحاس، رقم 4 أولى الدول المنتجة للنحاس، 4 هنا دولة إيه؟ المغرب. أولى الدول المنتجة للنحاس المغرب. دولة غنية بالغاز الطبيعي، دولة غنية بالغاز الطبيعي، رقم 5 احنا لسه قايلين ان اولى الدول المنتجة للغاز الطبيعي اللي هي السعودية، يبقى ايه؟ السعودية. السعودية هي دولة غنية بالغاز الطبيعي لانها اولى الدول المنتجة للغاز الطبيعي. اولى الدول انتاجا للحديد، اولى الدول انتاجا للحديد موريتانيا. المغرب تقريبا هي اولى الدول في انتاج كل المعادن ما عدا معدن الحديد، هنا اولى الدول انتاجا للحديد موريتانيا. سين 15 ما هي مقترحاتك للاتي؟ ما هي مقترحاتك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية؟ ازاي نحقق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية؟ وقلنا ان معنى التكامل ان كل دولة تقدر تكمل الدولة الاخرى بالمنتجات اللي هي تحتاجها. اولا تحديث وتفعيل الاتفاقيات، تحديث وتفعيل الاتفاقيات، ان انا احدث اتفاقيات تتواكب مع الحداثة اللي احنا فيها والعصر الحالي، بالتالي هنا اقدر احقق التكامل الاقتصادي. اشجع القطاع الخاص لاقامة المشروعات، القطاع الخاص غير الحكومة، يعني اشجع الناس اللي معاها رؤوس اموال ان هي تعمل مشروعات. تطوير الخدمات، الخدمات بقى بتستخدم في التجارة، سواء وسائل النقل او السوق،
ما هي مقترحاتك لتحقيق التنمية السياحية العربية؟ كلمة تنمية يعني أنا أنمي أو أزيد، يعني إزاي أزود السياحة العربية، أزود عدد السياح في الوطن العربي، بالتالي أنا كده هزود الدخل القومي. يبقى أنا إيه اقتراحاتي إن أنا إزاي أحقق التنمية السياحية العربية؟ الدعاية عن المناطق السياحية، يعني أعمل إعلانات عن المناطق السياحية اللي موجودة عندي، إنشاء الفنادق، المعاملة كمان الحسنة مع السائحين، دايما ان انا اعامل السائحين معاملة محترمة، توفير وسائل النقل التي تربط بين الدول العربية، ان يكون في وسائل نقل، لان وسيلة النقل هي مهمة جدا بالنسبة للسائح، لانها تخليه يتنقل من مكان لمكان طبعا بسرعة، فلازم يكون وسيلة النقل تكون كويسة. ما مقترحاتك لزيادة الثروة السمكية في الوطن العربي؟ تدريب الصيادين على استخدام الاساليب الحديثه، لان احنا قلنا من المشكلات اللي هي بتؤدي الى قله انتاج الاسماك استخدام الاساليب البدائيه، يبقى استخدم الاساليب الحديثه، احسن احوال الصيادين طبعا، لان لما انا احسن احوالهم مش هيتركوا هذه المهنه. حمايه المياه من التلوث، حمايه المياه من التلوث، لان التلوث الميه بيؤدي الى قله الاسماك، لان هتموت طبعا بسبب التلوث هيحدث موت السمك. سين 16، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، وطبعا سؤال الاختيار بنختار ما بين أربع نقط، ما بين أربع نقط. رقم 1، يوجد خام نقط منفردا في الطبيعة أو مختلطا بالغاز الطبيعي، اللي هو خام ايه؟ الكبريت، خام الكبريت. أهم الدول العربية المنتجة للكبريت، العراق، الجزائر، سوريا، كل ما سبق. أهم الدول العربية المنتجة للكبريت، العراق. من العوامل الطبيعية التي تساعد على قيام الصناعة، طبعا في عوامل طبيعية وعوامل بشرية لقيام الصناعة، العوامل الطبيعية التي تساعد على قيام الصناعة هي ايه؟ عوامل طبيعية. طب نقرأ كده، السوق ده عامل بشري، الأيدي العاملة عامل بشري، المواد الخام هو ده اللي عامل ايه؟ طبيعي. أما رأس المال برضو عامل ايه؟ بشري. يبقى من العوامل الطبيعية التي تساعد على قيام الصناعة المواد الخام. زيارة المسجد الأقصى سياحة ايه؟ ترفيهية ولا دينية ولا ثقافية ولا علاجية؟ طبعا برافو عليكم، سياحة دينية. تساهم دول الخليج العربي بنصيب كبير في التجارة الدولية، ليه بقى؟ ليه؟ الحديد ولا الأرز ولا الفوسفات ولا البترول؟ لا البترول طبعا. من أسباب ضعف حجم التجارة ما بين الدول العربية، النسبة بسيطة جدا حوالي 12%، ده بسبب ايه؟ تشابه الإنتاج، طبعا صح، هو ده بيؤدي ان ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية. منافسة السلع الأجنبية، تمام، السلع الأجنبية بتنافس السلع العربية لأنها أحسن إتقان وجودة. الروتين، الروتين يعني الأوراق والحاجات اللي بتتكتب وبتتعمل وبتاخد وقت، سواء في الموانئ أو في الأماكن اللي بيتم فيها التبادل التجاري. كل ما سبق، يبقى كله صح، يبقى نختار كل ما سبق. من المقومات الطبيعية للسياحة بقى، في مقومات طبيعية للسياحة، الموقع المتميز طبعا هنا ده من المقومات الطبيعية فعلا، المناخ المتنوع، الطبيعة الخلابة، كلها مقومات طبيعية للسياحة. طب يبقى هختار ايه؟ هختار كل ما سبق، هختار كل ما سبق. أكبر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي، أكبر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي هي الإمارات، مصر، السعودية، كل ما سبق. طبعا أكبر الدول العربية إنتاجا للغاز الطبيعي السعودية. من العوامل البشرية التي تساعد على قيام الصناعة، هنا من العوامل البشرية التي تساعد على قيام الصناعة السوق، طبعا من العوامل البشرية لقيام الصناعة، الأيدي العاملة من العوامل البشرية، وسائل النقل من العوامل البشرية، رأس المال برضو من العوامل البشرية، يعني مش حاجة طبيعية، احنا ما بنزرعش الفلوس دي في الأرض، فهي مش حاجة طبيعية، ده بشري، كله لقيام الصناعة. يبقى كل ما سبق، كل ما سبق. طيب السؤال اللي بعده، 10، يدخل نقط في صناعة الكباري، يدخل نقط في صناعة الكباري. طبعا الكباري دي باين قوي ان انا وانا مغمض كده هقول الحديد، لان الحديد بيستخدم في صناعة ايه؟ الثقيلة.
من مصادر الطاقة المتجددة في الوطن العربي، مصادر طاقة متجددة نظيفة دايما موجودة باستمرار، ما بتخلص أبدا، لا تندب. هل الفحم هو مصدر طاقة نظيف متجدد؟ طبعا لا. الرياح، أيوة هو الرياح. لو هنكمل كده ونقول البترول برضو، لا البترول لا. الغاز الطبيعي، لا البترول والغاز الطبيعي والفحم من مصادر الطاقة الغير متجددة. يبقى الرياح تزيد الصناعة من قيمة ايه؟ الصناعة اللي هي التحويلية بتزيد من قيمة ايه؟ انا بحول المادة الخام الى منتجات. هل بتزيد من قيمة وسيلة النقل، من مصادر الطاقة، من السوق، ولا من المادة الخام؟ المادة الخام بيبقى ليها قيمة. يعني مثلا حتة الذهب كده، لو انا مصنع اعملها اسورة او غويشة احسن، طبعا بيبقى ليها قيمة. والقيمة هنا اللي هي بتبقى المصنعية، لان الصناعة ليها تمن، بتخلي المعدن ليه تمن وتخليه غالي. عشان كده مثلا اما حد بيشتري ذهب عادي كده، غير اللي بيشتري ذهب مصنوع بيبقى عليه ايه؟ مصنعية. برضو حط قيس الكلام ده كله على بقية المعادن، ان اي معدن زي حتة الحديدة لما تلاقيها كده هي مش هيبقى ليها قيمة، او لو بعتها مش هتبقى غالية او، لكن لو صنعتها يبقى ليها قيمة. يبقى هنا تزيد الصناعة من قيمة المواد الخام. يدخل نقط في صناعة اسلاك الكهرباء والتليفون. هنا بيدخل في صناعة اسلاك الكهرباء والتليفون النحاس. ممكن نقدر نشوفه كده، ممكن في البيت عندنا اسلاك بيبقى عليها نوع من انواع البلاستيك. لو شلنا البلاستيك هنلاقي ان هنا السلكة لونها اصفر، لون النحاس. يبقى هنا بيدخل في صناعة اسلاك الكهرباء والتليفون النحاس. من المشكلات التي تواجه الصناعة العربية طبعا التشابه، مشكلة التشابه، ان في تشابه في الانتاج، قلة الخبرة، التركيز على الصناعة الاستخراجية. كل ما سبق، يبقى السؤال ده كل ما سبق، يبقى من المشكلات التي تواجه الصناعة العربية التشابه في الانتاج، قلة الخبرة، التركيز على الصناعات الاستخراجية. السؤال ده مش شرط يجي اختر الاجابة ما بين الاقواس، وفي اسئلة كتير ممكن تيجي بطريقة تانية. يعني ممكن يقول لك دلل صحة العبارة التالية: الصناعة تواجه مشكلات، الصناعة العربية تواجه العديد من المشكلات. بالتالي تقول ايه؟ حيث يوجد مشكلة التشابه، قلة الخبرة، التركيز على الصناعات الاستخراجية. او ممكن نقوله بطريقة تانية برضو بما تفسر، نقول بما تفسر للصناعة تواجه مشكلات. يبقى او اذكر السبب، هتقول ايه؟ اسباب مشكلات الصناعة: التشابه في الانتاج، قلة الخبرة، التركيز على الصناعات الاستخراجية. أهمية الصناعة، أهمية الصناعة هنا بما تفسر أهمية الصناعة، أو أهمية الصناعة أنا عاملها اختر، بس هي طبعا هي الأكتر بتيجي أهمية الصناعة بما تفسر للصناعة لها أهمية. حل مشكلة البطالة، يعني اللي مش لاقي شغل بيشتغل في الصناعة. زيادة الدخل القومي، لأن الصناعة هنا بتؤدي إلى تصدير منتجات، بالتالي هنا في عائد مادي بيجيلي من بيع المنتجات. كمان سد احتياجات السكان، سد احتياجات السكان من المصنوعات او من المنتجات. يبقى كل ما سبق. بس السؤال ده زي ما قلنا ان هو الاحسن ليه، او دايما بيجي ان يقول بما تفسر الصناعة لها اهمية، او اذكر سبب اهمية الصناعة. طب 16، من المقاومات البشرية للسياحة؟ المقاومات هنا البشرية للسياحة توفر الفنادق، طبعا وفرت وسائل النقل، المعاملة الحسنة. يبقى كل ما سبق، كل ما سبق. ممكن برضو هنا السؤال يجي بطريقة تانية، يقول لي مثلا بما تفسر يوجد مقومات بشرية للسياحة، فأقول توفر الفنادق، أو يقول لي دل صحة العبارة التالية برضو: مقومات البشرية للسياحة مثل توفر الفنادق، وفرت يعني المنشآت والفنادق والكرة السياحية، وفرت وسائل النقل اللي بتنقل طبعا السياح من مثلا المكان اللي قاعدين فيه الفنادق او القرى السياحية الى الاماكن اللي هما هيزوروها او هيستمتعوا بيها. كمان المعاملة الحسنة. بكده نكون خلصنا نص المراجعة بتاعتنا اللي هي الجغرافيا لليلة الامتحان. طبعا الفيديو كده هيطول لو انا اشتغلت معاكم تاريخ، فاحنا هنعمل التاريخ في فيديو تاني. استنونا ان شاء الله لمراجعة التاريخ، واشوفكم على خير في مراجعة التاريخ، واتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.